الأهلي يواصل انتصاراته ويقصو على الجونة بثلاثية نظيفة، ومستر كولر يحقق الثلاثية رقم 21 مع النادي الأهلي. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، وبالتوفيق للنادي الأهلي في المباريات القادمة إن شاء الله. هنروح دلوقتي للزميل العزيز الدكتور لسه يعني لا نشوف الطايرة معانا. طيب وتسخين ادي التسخين من صالة الأمير عبد الله الفيصل، والمباراة النهائية بين النادي الأهلي ونادي الزمالك في بطولة إفريقيا للكرة الطايرة للسيدات، وإن شاء الله إن شاء الله سيدات النادي الأهلي يمشوا على نفس الخطى بتاعة رجال النادي الأهلي ويحققوا النهاردة الرباعية، ويبقوا بإذن الله بإذن الله خدوا كل البطولات هذا الموسم. كابتن ماهر ألف مبروك. مبروك يا كابتن. شكرا يا كابتن. مبروك كابتن أيمن. ألف ألف مبروك. كابتن أسامة عراج. شكرا يا كابتن ألف مبروك. كابتن شريف. مبروك. لسه وقت يعني ممكن نتكلم مع الكباتن؟ اه. طيب ماشي. كابتن عادل مبروك وهنتكلم مع كابتن ماهر. طيب مبروك يا كابتن، وعايزين نبارك النهارده للطايرة لأنه عاملين ألعاب الصلاة عاملة أداء السنة دي ولا أربع بقيادة. يا رب نكسب ونختمها النهارده على خير يا رب إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. كابتن ماهر مكسب كبير وأداء جيد من النادي الأهلي وفوز مستحق. بالظبط زي ما قلنا كده يعني من بداية الشوط الأولاني إن إحنا نجيب جول بس ندي ثقة إن شاء الله للشوط الثاني، وإحنا كمان لما رجعنا بين الشوطين قلنا الشوط الثاني النادي الأهلي هيزود أهدافه وفي نفس الوقت هيبدأ يريح اللعيبة زي ما إحنا شفنا التغييرات اللي حصلت من مستر كولر في الشوط الثاني، لكن واضح أوي النادي الأهلي الشوط الثاني أفضل. بنقول مبروك للنادي الأهلي، هارد لك لنادي الجونة. طيب كابتن شريف ألف مبروك، فوز غالي للنادي الأهلي. الحمد لله. فوز دايما إحنا في الماتشات اللي هي متأجلة دي اتفقنا كلنا، ده مش مؤجل على فكره، ده من عادي، ده في ال21 في الجوله رقم 21 ده العادي. ده العادي ده العادي لسه المؤجل عقبال الماتشين الجايين كمان، دول هيفرقوا معانا نفسيا كده قبل النهائي. كده لما بتروح بالحاله كل يوم بيحصل تجديد في الفرقه وبيحصل اكتساب ثقه كبيره جدا، منهم متولي النهارده من بريكو ان هو خد نجم المباراه، منهم ثقة تصويب، ثقة عرضيات، ضربات ثابتة. شايف انا حسين الشحات النهارده ابتدى يمارس هوايته في الدخول والتوغل جوه ال 18 ويعمل مشاكل لكل الفرق اللي بيلعبها. فعموما يعني خلينا على نغمة ان كل لعيب في النادي الاهلي لو طلع كورة او اتنين خلال 90 دقيقة الاهلي يقدر يكسب 3 و4، وده اللي اتحقق النهارده من احد الاشياء الفردية. كان لينا التفوق يعني، مبروك. الله يبارك فيك. طيب نرجع كده نشوف يا دكروري صاله الامير عبد الله الفيصل بالنادي الاهلي. تقريبا خلاص على وشك ان شاء الله البدايه. لسه برضو. طيب ماشي. كابتن اسامه فوز غالي برضو للنادي الاهلي واضافه 3 نقاط لرصيد النادي الاهلي. طبعا فوز مستحق. الشوط الاولاني كان صعب، كان مقفول، لكن الشوط الثاني بعد الامور ما الداخليه عايز يهاجم ابتدت المساحات تتفتح، جبنا جون جميل من كورنر من ضربه ركنيه ملعوبه بشكل كويس على القائم الاولاني، ثم الورا من وسام الى متولي. الماتش اتفتح بقى خالص في الدقيقه 60 والنادي الاهلي بقى يوصل للجون بسهوله، هم برده مسكوا كوره وبيحاولوا لكن ما فيش خطوره على مرمى مصطفى شوبير. النادي الاهلي زي ما قلنا الراجل هيبقى عنده اريحيه انه لما يكسب يغير، وفعلا ابتدى يريح بيرسيتاو امام عاشور وسام وابتدى يعمل تغييراته ورضا سليم واكرم توفيق ومروان وكهربا، ولغايه لما كهربا جاب الهدف الثالث خلاص الماتش كان رايح بشكل كبير قوي للنادي الاهلي. 3 نقاط فوز مستحق وان شاء الله بالتوفيق الماتشات الجايه والناس تبقى سليمه لغايه ماتش الترجي باذن الله. يا رب ان شاء الله. كابتن عادل الف مبروك. نجاح هايل في العشر ايام اللي احنا اتكلمنا عليهم اللي فيهم اربع مباريات، كسبنا مباريتين. انا بعتبر ان اربع مباريات دول هي مباراه واحده، عندك 5 ايام كمان، عندك مباريتين كمان الثلاث والسبت اللي جاي، لو عملت فيهم اداء ان شاء الله ونكسب فيهم يبقى عدينا خطوات كبيره قوي لرجوعنا. النهارده كان مكسب واداء الشوط الثاني كان اداء جيد. النادي الاهلي النهارده في الشوط الثاني يعني تغير من حته الضغط السريع او فينشنج بتاع الهجمه السريع، ولكن بدا النادي الاهلي يدور الكره زي ما اتكلمنا، حتى الاجوان كلها جايه بموقف ثابت، الجون الثاني والجون الثالث كان شكله افضل واحسن.
صحيح كابتن ماهر، زي ما شفنا النهارده في عمليه التدوير شفنا كهربا بيشارك الشوط الثاني، ويمكن الكابتن اسامه كان طلب ان كهربا ياخد بعض الوقت، والحمد لله احرز هدف من ضمن اهداف المباراه. واحنا طلبنا يمكن كمان مروان عطيه واكرم توفيق موجودين بصفه اساسيه، وكهربا ورضا سليم عشان استعدادا قلنا لمباراه الترجي المباراه القادمه. لكن صحيح. طبعا اداء جيد مستر كولر، يعني تغييراته كانت كلها تغييرات هجوميه واثمرت على الهدفين اللي احنا احرزناهم طبعا من ضربه جزاء لكهربا، ثم طبعا الهدف محمود متولي. محمود متولي بضربه راس. والواضح يا ايمن ان الكرات الثابته كمان اللي كانت علينا بتسبب مشاكل، بقى احنا دلوقتي بنسبب مشاكل بالظبط على الفرق الاخرى. فبرضك المباريات اللي بيبقى فيها تكتل دفاعي بهذا الشكل، لازم الجمل التكتيكيه اللي احنا شفناها من الكوره الثابته تكون مؤثره. اتعملت كذا مره كابتن، يعني حتى الكوره اللي من كورنر كهربا جات له، بس هو طلعها فوق العارضه. كمان محمد عبد المنعم، بيروح على القريبه وزحلقها بدماغه، وده برضك جمل من ضمن الحاجات اللي اللعيبه بتتدرب عليها. الكوره الثابته مهمه جدا، وانا شايف ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي خلال المباراتين الجايين نقدر باذن الله ربنا يكرمنا ماشي في اصابات، وفي نفس الوقت النتيجه تكون ايجابيه استعدادا لمباراه الترجي ان شاء الله. اهم النقاط الايجابيه كابتن شريف النهارده بجانب المكسب، البشائر اللي حصلت في الملعب، تصويبات، التفكير في التصويب، دخول اكتر من واحد في منطقه الجزاء حتى في الضربات الثابته، الدخول والاستخدام الحاله الفرديه عند كل لعيب، هي دي اللي عملت الفوز النهارده. اللعب بشخصيه النادي الاهلي كمان النهارده، لعيبه بتلعب عايزه تأدي حاجه، عايزه تروح تجيب جول، عايزه تعزز الجول. كل الدروس المستفاده اللي حصلت في المباريات اللي فاتت اعتقد في شكل النهارده كان في التزام، في تعزيز للهدف، فده من احسن الحاجات اللي انا بسميها بشائر النهائي. البشائر ابتدت تيجي ان كل لعيب يفكر في التصويب، بيفكر في العرضيات، بيفكر يملى منطقه الجزاء، الزياده العدديه، الحاجات دي كلها هي كوره يعني. والبشائر دي يا كابتن اسامه محتاجه استمراريه. طبعا. للبشائر برضو عوده امام وحسين الشحات وبرسيتا ودلوقتي كهربا النهارده، كهربا، لانه دولت قوه هجوميه كبيره للنادي الاهلي. صحيح. يعني لما بيبقوا موجودين بيبقى في اطمئنان، انت عندك حاسس في تنوع في الشكل الهجومي، زي امام شاط من بره ال 18، زي ما حسين بيرقص من جوه ال 18 ويعمل ضربه جزاء او بيخش كان. فكل الحاجات دي شويه كانت صعب ان نكسب، بس مفتقدينها شويه في الماتشات اللي هي اللي كانوا مصابين كلهم فيها. عودتهم دي هتضيف اضافه قويه للنادي الاهلي، وخاصه احنا داخلين على مباراه مهمه بعد اقل من اسبوعين مع الترجي. احنا قلنا الدوري رغم ان احنا عايزين نمشي فيه عشان نطلع في المركز الطبيعي بتاعنا، لكنه في تعويض. لكن هي الحلو ان الحمد لله ان امام وحسين وكهربا وكله ابتدى يرجع على مباراه الترجي، لانهم صحيح. اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، دي اهم المكاسب اللي انا شايفها. اضافه قويه كابتن عادل، والمباراه القادمه كمان 3 ايام مع نادي الاتحاد السكندري باذن الله يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله في الدوري العام الممتاز. كابتن اسامه اتكلم على التدوير، وكابتن شريف اتكلم على التدوير وتثبيت شكل الفريق، اتكلموا على بشائر، اتكلموا على اضافات النهارده. الماتش الجاي فكر مستر الكوره، يعني انت بتتكلم على ان هو عمال يشتغل برضه مش عايز يكشف اوراقه كلها وبيحضر يعني، بس المباراه الجايه هتبص تلاقي في راحه، هيريح بعض اللاعبين تاني، مش هيريح بعد اللاعبين من اللي لعبوا النهارده، مش هيثبت التيم، لا مش يعني ممكن اللي هم بدأوا ياخدوا احتياطي، واللي خدوا احتياطي زي اكرم وزي مروان عطيه بص تلاقيه اللي ممكن يبدا المباراه. هو زي ما اتكلمنا كابتن ايمن، اهم ما في الموضوع التوازن في الحته البدنيه. الحته البدنيه هو عاوز يخش ماتش الفاينل بتاع الترجي، عاوز يخشه وهو بدني على اعلى مستوى.
لكن الراحه بدني بس هو حاطط فكره مين اللي هيبدا بيهم او هيلعب بانه اسلوب كابتن هو عارف هيلعب ازاي والافراد اللي هيلعب بيها علشان كده هو كل اللي بيعمله دلوقتي علشان يودي يوم المباراه الترجي الافراد اللي هو بيفكر فيها وبيلعب فيها واوحش حاجه انك انت تلعب بالمفاجاه او تلعب انك انت صحيح. مضطر انك تلعبني صحيح. لكن الافضل انك انت تلعبني وانت مش مضطر عشان كده في عنده وقت حوالي اسبوع كمان اهو يعني نقدر نقول خمس ايام غير الاسبوع بتاع تحضيره للترجي هتبص تلاقيه ان شاء الله بس ماتش الاتحاد هيبقى ماتش عنده صعوبه شويه وحمل هيبقى اعلى شويه لان فرقه الاتحاد غير فرقه الجونه حمل المباراه يبقى اقوى في صراع اقوى فافتكر ان المباراه بتاعه الاتحاد ان شاء الله لو ان شاء الله تكسبها وتبقى عامل اداء كويس افتكر ان الماتش الرابع بقى هو اللي ممكن اللي هو بتاع البلديه ممكن اللي اكيد هيريح فيه لعيبه كتير مش العكس مش هيبقى زي ما بنقول كده البروفا النهائيه قبل ماتش الترجي بس هو بيدور ازاي كابتن هو مش بيريح هو بيريح بالازمنه يعني مثلا انت تاخد النهارده 25 دقيقه الماتش الجاي تاخد 80 دقيقه اللي بعدك ياخد 30 دقيقة، الماتش اللي بعديه ياخد 60 دقيقة. بس دي داخل فيها البدني طبعا المدرب بس مدرب الأحمال هو اللي كابتن أنا بقول لك آخر الثلث الأخير من السنة من أكتر الناس اللي بيشتغل هو مدرب الأحمال اللي هو أو مش مدرب الأحمال اللي هو مخطط الأحمال المخطط العام للأحمال غير مدرب الأحمال نفسه مخطط العام اللي هو بيقول لك في الوقت ده لازم أنت تديني 30 دقيقة ما تدوش اكتر من كده لو كنت محتاجه في 90 دقيقه في مباراه اقوى فاهم فهي المخطط الاحمال هو اللي بيشتغل في الوقت الحالي فبتبص تلاقي عاملين جدول كبير كده في الراحات لغايه المباراه اللي هي ماتش الترجي واحنا احنا 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 كمحللين قاعدين احنا مشغولين بماتش الترجي صح ما بالك بالجهاز الفني اللي هو معني ببطوله قاريه وزي ما اتفقنا البطوله الجديده اللي اتعملت دي اضافت كمان حمل على النادي الاهلي لانه اول مره في افريقيا تتلعب البطوله ديت وهيكون المشارك فيها لاول مره في تاريخها فاكيد عمل حمل اقوى وبعدين كمان انجاز اعلى لانك انت لما تاخد بطوله افريقيا تروح كاس العالم للانديه ثم تروح البطوله اللي استحدثت الجديده الانتركونتيننتال ايوه فهيحصل ايه في الاخر هيحصل ضغط عصبي عليك ولكن كله في الاخر هيصب في ايه هتلاقي زي ما انت قلت يا كابتن تلاقي المدير الفني مظبط مين اللي هيلعب بأني طريقه المباراه اللي هناك عاوز يوصل لايه والمباراه اللي هنا عايز يوصل لايه اكيد طيب ماشي طيب كابتن كابتن ماهر يمكن كابتن عادل قال لك ان مستر كولر يعني محضر لماتش الترجي حتى وهو بيفكر في ماتش الترجي بجانب الماتشات دي حتى التحضير يمكن بعض المدربين يقول لك ايه ان انا برضو لازم انفذ الفكر اللي انا هلعب بيه قدام الترجي ما هو ده احنا بنتكلم على ماتش بطوله مباراه او مباراتين هنا قبل ما اسافر العب الترجي ولكن يمكن كنا بنتكلم في الفاصل وكان ليك تعليق ان الترجي لعب مع سان داونز في الماتشين باسلوب واحد بالظبط ساب له السيطره والاستحواذ وبقى بيلعب هو على هجمات المرتده ولكن هنا مختلفه الامور هنا مختلفه يمكن اللي عمله الترجي الماتش الثاني في تونس لانه كان كسبان الماتش الاولاني في جنوب افريقيا 1-0 عشان كده حاول يحافظ على المكسب مع سان داونز هو كان كسبان في تونس 1-0 وراح جنوب افريقيا 1-0 في جنوب افريقيا سوري في جنوب افريقيا 1-0 بس هو لعب بنفس الاسلوب مع سان داونز في الماتشين بص هل ممكن يلعب بنفس الاسلوب مع النادي الاهلي انا شايف ان الترجي بيحترم النادي الاهلي وعارف انه بيقابل قيمه بطل افريقيا وعارف قيمه النادي الاهلي من خلال استراتيجيته من خلال تشكيلته من خلال لعبته من خلال اهدافه اللي هو بيسعى ليها فانا شايف ان الترجي هيقابل النادي الاهلي حتى في ملعبه خلينا نشوف الجول الاول بتاع امام عاشور يا كابتن عنده الجرأة وعنده اتكلمنا قلنا جديد بوش رجله بطن رجله بطن رجله انا قلت كده يا كابتن مار بس هو قال لي بوش رجله انا ما شفتهاش كويس قوي يعني انا يا ريت نرجع لها تاني بعد اذنك ماشي بس المسافه والتحضير بوش رجله عادي صعب اصلا بوش رجله عادي بطن الرجل دي بتبقى في حته قريبه داخل ال 18 اقدر العبها على بطن رجلك خارج ال 18 القوه دي وبوش القوه دي فيها مرجحه باينه قوي برجلين امام مظبوط واحنا اتكلمنا قلنا ان من ضمن مفاتيح التسجيل التصويب من خارج منطقه الجزاء امام النهارده
كان مميز صحيح. بشكل كبير جدا. الفرصه اللي جات له في الدقيقه 36 قدر انه يسجل هدف صح. هدف جميل. واحنا قلنا التصويبات سلاح من ضمن الاسلحه اللي صح. لازم نلجا ليها في التكتلات الدفاعيه اللي احنا بنشوفها مع كابتن ماهر. بص ده الجول الثاني بتاع لا لحظه كابتن متولي فرحه اللعيبه الفرحه بمتولي صحيح. وليس بالهدف. هات لي ايوه بالظبط يعني دي حاجه جميله قوي يعني ايه نجاح ايه سر الجول اللي دخل ده يديك انطباع ان سر الجول اللي دخل ده شخصيه محبوبه جدا ما بين اللاعبين اللعبه بتاعت وسام اللي هي لا سر سر الكره دي في الضربات الثابته وخاصه الكورنرز يعني ان خلاص بقى في واحد بيروح على القريبه وفي واحد بيروح على البعيده وفي ده وفي واحد كمان لازم يبقى في القلب كمان دي الكره دي ناقصه واحد كمان لازم يكون في القلب مش بيتفرج من ورا كده فهو ده بص التحرك والتكمله كانت بتاعت متولي على الارض البعيده لازم رضا ده كان يبقى جوه الجيم كمان جوه اللعبه الكثافه العدديه اللي قال عليها شريف هي دي لازم الناس بتفكر انها عايز عنده رغبه يا ايمن بس على فكره صعبه كمان يا كابتن شريف لان بص متولي خبط في كان تقريبا بالظبط في القايم فانما بص رايح فين عايز يعمل نكمل. حاجه عايز يعمل شريف. حاجه ايمن يعني احنا بنتكلم على الكثافه العدديه والانتشار اللي قال عليه شريف بس دي عشان كره ثابته كده لازم يبقى في كثافه وزياده عدديه وفي العرضيات طبعًا. نفس الشيء نعتبرها عرضيه كمان لازم وانت لما انت لعبت في الحته دي يا ايمن كويس كنت ايه اللي بيحصل وايه التفوق اللي بيحصل انك انت مركز ان الكره دي لو حدت في الحته انا ابقى حاضر في واحد بيروح قبلي انا جاي من ورا وياما انت جبت فاكر الكور اللي انت كنت تحطها بدماغك في البعيده ليه لانك انت مجهز نفسك انك انت لازم تتنفذ 1 2 3 بالشكل ده صح لازم كل لعيب برضو نجيب الجول الثالث من اوله من كره حسين الشحات نشوف المهاره الفرديه بتاعت حسين الشحات اللي سببت في البنالتي لا نجيبها من اولها من اول ما استلم حسين وعدى من واحد وعدى من الثاني اسامه قال الكلام ده الشوط الاولاني انت قلت الكلام ده الشوط الاولاني يا كابتن اسامه من اميز من اميز دي الاول بالظبط من اميز الحاجات اللي حسين بيتميز بيها انه بيخش جوه ال 18 عنده بيعرف يتصرف وعنده قرارات كتيره منها الترقيص والمراوغه انك بتعدي من حد دي انت بتعمل زياده لفرقتك مزبوط. في النواحي الهجوميه صح. بتعمل زياده صح. لكن طول ما انت هتلعب لعب عرضي بس التقليدي ده والناس قدامك الاختراقات صح فحسين مميز فيها وعمل بنالتي كويس وكهربا حطها طيب سريعا رجل مباراه اليوم يا كابتن ماهر واحد بس سريعا انا شايف متولي عوده متولي ماشي كابتن شريف خلينا نديها متولي النهارده متولي كابتن اسامه ماشي طبعا متولي وعلي معلول عمل برده ماتش كويس وامام ماتش كويس لكن متولي ماشي. على اساس كابتن عادل انا متولي وإمام. طيب يبقى متولي هو رجل مباراه اليوم هنروح سريعا لصاله الامير عبد الله الفيصل والزميل العزيز الدكتور مروان صالح للتعليق على احداث مباراه الاهلي والزمالك في نهائي البطوله الافريقيه للكره الطايره للسيدات كل التوفيق للنادي الاهلي لتحقيق الرباعيه ان شاء الله.